أخيرا يعني أنت عايشتي هذا الموضوع عن قرب وحذرتي منه كثير، ويمكن سعيتي في معالجات سلوكية ونفسية واجتماعية كثيرة. أبرز الآثار المترتبة على الوقوع في مثل هذا الموضوع واللي أنت شهدتيها وتنبهين لها اليوم، نريد أن نختم فيها، ما هي؟ طيب، أول شيء حابة أوضح كلمة شوجر دادي. هي بدأ المصطلح هذا ب 1917 في المجتمع الغربي، تمام؟ بس المجتمع الغربي العلاقة بينهم علاقة واضحة وصريحة وقائمة على عقد في المحكمة. أما في المجتمع العربي يمكن نسبته 90%، ولكن ما فيها أي ضوابط قانونية. طيب، واهم هذا الفرق في كلمة الشجر ده. طيب اهم الاثار اللي انت شهدتيها وتنبهين لها اليوم المترتبة على هذا الموضوع، سواء نفسية، اجتماعية، أسرية، عائلية او غيرها. الاثار بتترك امراض زي الاكتئاب، الصدمات، بتترك فراغ عاطفي، فراغ وجودي، يعني بتحس انه هي الانسانة هذه ولا شيء، يعني ما استفادت ولا شيء من هذه العلاقة وراح من عمرها سدى، وممكن تقول عادي اللي بعده، لأنه هي لسه في غشاوة على عينها، ما هي مستبصرة باللي يحصل معاها. لكن بيصابوا بالفشل وخيبة الأمل، وحتكتشف إنها زيه زي أي رجل، بالرغم إنك أنت عاملتيه كأب، عوضك مكان أبوكي، أو ممكن هربتي من الأسرة ولقيتي هذا الإنسان عوضك، لكن في الآخر المبدأ اللي اتخذتوه بينكم غير شرعي، غير أخلاقي، غير سوي، لا مبرر له، ما في أي ضوابط أو معايير أو شروط بينكم. الأستاذة روان حبال، شكرا جزيلا لك ولهذه التوضيحات ولهذه الرسائل ولهذه النصائح ولهذه الأحداث اللي أنت يمكن عايشتيها عن قرب وكنت قريبة في تفاصيلها، وبالذات من الجانب الأخلاقي، السلوكي، النفسي وغيرها. بعد هذا الفاصل ألقاكم في موضوع آخر، في أهلك ونبقى.